صدق كون نقول لك كاينه هنا واحد 500,000 هنا وهنا، هذا يجيب واحد 3 بوطات تاع تاع القرض، وهذا 3 ممكن، حتى ممكن في زوج يجيبوا 10 بوطات هكذاك، ومازال هي ذا حشيتو من الجنان ومازلت ما بوطيتوش. القرط مليح هذا، البوطات تبيع حتى ب 60,000. شوف هايل، هذا قيمة واحد 500,000. باش تشوف الغلاء تاع السبب تاع الغلاء تاع المواشي، العلف غالي، العلف والتبن. هذي نهار كانوا عندي البقرة، تتصور بقرة وحدة نعطيها تقريبا بوطة في النهار، بوطة ب 60,000، واحسب الهيشة الصنوب 40,000، هذا ممكن يوصل حتى 65. ما هذا تاع الجلبانة والمليح خلاص، فما تصور بالسومة هذه باينة التكاليف تكون قليلة. تصور البقرة تاكل لك نقولو نص بوطة 30,000 في النهار، وزيد لها العلف هذه 100,000، 100,000 البقرة وحدة. انت العائلة تاعك ما تاكلش 100,000، بينا راح تكون الحالة غالية. هي شوف أكبر مشكلة هي العلف. أنا واحد من الناس كانوا عندي البقرات وبعتهم، كانوا عندي الشيها، ربيت الماعز، ربيت كلش، بعتهم ما فيهمش. مهما تقول أني نبيع الحليب 7,000 و8,000، خاسر 100%. العجل ثاني كنت نبيعو حتى ب 25-30 مليون، وخاسر ما نجحش نفس الشيء. السبب شوف ماهيش غير الأعلاف، لأنه يدي الوقت بزاف، راح وقت كامل راح تديه البقرة، ممكن تتخلى على أعمال الخلاف وتبقى تتبع في البقرة هذيك النهار كامل. هذه مش كون اللي يخدمها، شكون اللي يخدم الخدمة هذه وينجح فيها؟ واحد مثلا شخص عنده كمية عدد كبير بزاف، هذا اللي قال المثل تاع المال القليل عدو مداه، ومش غلط. هذه بكمية، إذا كان عندك العدد بزاف تنجح، وتكون عندك ثاني الأراضي والماء. الماء هو أهم حاجة، كي يعود عندك الماء راح تقدر دير لها الأعلاف. بدون ماء ما كان له، بدون ماء وأرضه الأحسن نروح شوف خدمة خلاف في الشونطية ولا في حانوت ولا أي مش ناجحة.